عندك كان علاقات وعندك اطلالات اعلاميه على الجديد، كنت دائما تطلع ام تي في، كنت تطلع مع مارسيل غانم، حتى انت اشتغلت فتره بعتقد ببدايتك مع مارسيل غانم بالال بي سي. بعد 17 تشرين عم تقول لي انت منك متشدد ومنك متطرف، صار معك شيء فعليا، صار معك شيء يعني انت كنت قابض القصص جد وهذا حقك، بس كانه صرت قابضها زياده جد لدرجه انه على فوق اخذت قرار، وانا جربت من ضمن الاشخاص خليك ترجع عنه قرار حاسم. لا انا الجديد والال بي سي والام تي في قررت ما بقى اطلع معهم قبل 17 تشرين. اي متى؟ بنيسان 2019. ايه 2019 قبل السنة، بس ما خسر 17 تشرين من نيسان، هذه اللي صارت الانتفاضة وعلنت بنيسان. انا يمكن يوم ما كتبتها على تويتر وعلى فيسبوك. طب شو دخنت قبل ما قلت دخنت قبل ما انشر قبل ما انشرها، حتى ما بي حتى ما اكون عم بكتبها بطريقة انفعالية. اللي صار انه يوم ما كان جاي مستشار الديوان الملكي السعودي جاي على لبنان ويعمل عم يعمل حفلة ترويج للنظام السعودي، مثلاً واحدة من الأشياء اللي يومها حكي عنها هي إنه كيف شو عم تعمل المملكة للنساء والأطفال باليمن، وهن مقتلين عشرات آلاف النساء والأطفال باليمن قاتلينهم. والتلفزيونات غطت هذا النشاط. التلفزيونات مش غطت هذا الموضوع، التلفزيونات تعاملت مع الموضوع إنه في إله إجا على البلد وامشوا ونروح، خي هذا مستشار وزير سعودي اجى على لبنان. مش هيك بتصير. وكان قبل بليله عاملين السعوديين قاتلين شي 100 شخص باعدامات بقلب السعوديه، فانه حسيت انه هالتلفزيونات خي كثير وقحين بهالقصص. هودي هن ذاتهم اللي بيجوا بيحكونا بلبنان هني ضد المنظومة. بعدين صار انت بتطلع على التلفزيون لازم تكون مقتنع بشو بيعمل هذا التلفزيون، او لا لازم لا تكون، او لازم اللي بيشتغلوا بالتلفزيون يكونوا مقتنعين بشو عم بيصير. لا حتى انا بقول لك ابعد من هيك، يعني البلد صغير وكل العالم تعرف بعضها، يمكن بمحلات معينه فتقدر وسائل الاعلام تستمر بتاخذ خيارات بغض النظر عن هذا الموقف تحديدا تيضل عندها، هو تقدر انت او انا او حدا تاني يطلع. فليش ما بتشوفها من هذه الزاويه؟ انا بالاخر ما اخذت قرار منعتهم للتلفزيونات يطلعوا يبثوا، يعني انا اخذت قرار انه انا ما بقى اطلع معهم. بس لا حسيت حالي بمحل انه انا عم بستعمل كشخص ل عمل تلويني ببرنامج معين انه احنا بنطلع حدا. طلعت هني حاسمين مواقفهم وين؟ هني مع السعودية ومع الإمارات ومع الأمريكان، حاسمين موقفون هوني. فليه أنا بدي يكون عم شارك معهم بمحاولة إنه هيك يجوا يقولوا للناس إنه نحن نجيب كل الآراء؟ لا خي ما بد، بس هو عم بيجيب كل الآراء صح، بس خي أنا ما بدي شارك. كنت تطلع يعني أنا بحضر، كنت قبل ما نصور الحلقة مع مارسيل أو مع جورج صليبي أو بأي محل، كان يعني نعطاك المجال اللي بينعطى لغيرك. صح ولا لا؟ صح صح. بس انا خلص ما بطلت مرتاح اطلع معهم يعني، وما ندمت بعد. بالعكس، هلا انا لك لك شغله، انا ما بحب المقابلات التلفزيونيه بكل صراحه، يعني انك متحدث يعني بطلع كتير وهيك، بس انا ما بحب، انا بعملها غصب عني. يعني في ناس اصدقاء لي سواء بالسياسه معنا او ضدنا، في منهم بيقعدوا بيحضروا قبل الحلقه، انا ما بحضر قبل الحلقه. بتذكر كنت احيانا يعني يمكن مسجل رقم قياسي انا بعدد المرات المأخر فيها لاوصل على المقابله. هي مش تعبير عن انزعاجي، بس انا ما بحب المقابلات. فكمان هذا ساهم بانه انا مش عم تمتنع عن شغله بتحبها، عم تمتنع عن شغله من الاساس ما بتعني. لا بس هي كمان كثير مفيده للصحافه، انه هي تسويق للصحافه، تسويق للفكره اللي بده يقولها. اذا حدا بده يقول موقف سياسي هذا تسويق له، تعرض وجهه نظرك، حتى على المستوى الشخصي هذا تسويق لك. طيب بس رغم هيك اخذت قرار انه خلاص ما بقى بدي اطلع. انا كان بدي اخذك لمحل، بس انت زيتني، بس قلت لي انه قبل 17 تشرين، انه انا اعتبرت لانه كمان بفترض بعدين تفاقم موقفك من التلفزيونات، صار له علاقه كمان من مجمل تصرفاتها بعد 17 تشرين. وانت دائما تتهم الجديد والال بي سي والام تي في بقصه انه تلفزيونات المصارف او اللي بتدافع عن اصحاب المصارف وعن هي منيحه منك، هي هن تلفزيونات المصارف صح، هن داخليا هن حزب المصرف. حزب المصرف. طيب الاخبار اللي انت كنت تشتغل فيها لحد فترة قريبة بعيدة كتير عن هودي القصص؟ طبعا. وانا ما بلعب دور هلا محامي الشيطان، انا بحكيك جزء منه قناعتي. انه اليوم انت بتعتقد انه عن جد التلفزيونات بس
كانت حامية المنظومة والصحف وبينتها صحيفة الأخبار كانت مقدسة أو كانت لا 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 ليش جريدة النهار مثل مثل الال بي سي والام تي في والجديد بموضوع المصاري؟ لا أبدا، الأخبار هي اللي خاضت. لازم نذكر هون أنا رح ذكرك وقت اللي كان رياض سلامة هو الإله الذي لا يمس بالبلد، جريدة الأخبار هي اللي خاضت معركة ضد رياض سلامة. جريدة الأخبار بالوقت يلي كان كل البلد مفكر الهندسات المالية هي اختراع جديد حلو ولطيف ومبارشو اختصاص جديد بالجامعات، يعني اجت جريدة الأخبار شرحت للناس شو يعني الهندسات المالية يلي هلأ اجت التدقيق الجنائي بعد وحكي فيها سبع سنين ثمان سنين. مش مزبوط هذا نفسه كان يسير مش مزبوط، كان ينحط هيك قصص. محمد زبيب كان يكتب دايما، وكان في محمد وهبي، ويمكن انت كنت احيانا تكتب بس بالاقتصاد هم ذكر الاسماء. محمد زبيب هو اللي قاد هذا الموضوع. بس كمان حسن مثل ما بدك تشوف هذه الزاوية، وهذه الزاوية كمان كانت موجودة من يو تي في من خلال جاد غصن لحد كتير بعيد، من خلال رياض قبيسي بمحلات معينة. رياض كان مركز على الجماري. لا بس كمان رياض عمل حلقة وقت أنا ما بيبرز، يعني كمان هودي المحاولات الصحفيين كانت موجودة ونيو تي في كانت تفسح لهم مجال. بس كمان مثل ما بتقول كان في دعايات يمكن مصارف أو مقابلات مع رياض سلامي أو بدك تقوله اللي هو كان موجود وكان حقيقة. طب جريدة الأخبار أنا مذكر أنه كان عندكم الملحق مدفوع من المصارف اسمه ناس أند فاينانس شي هيك، شي هيك. طيب هذا شو؟ ليك في فرق شو كتير كبير بين أنه مؤسسة إعلامية مهمتها الأساسية بالحياة هي الدفاع بالداخل، الدفاع عن المصارح عن مصالح المصارف وأصحاب المصارف ورياض سلامة، وهي بتتعامل معهم إنه هي جزء منهم. هذا شيء. في حالة تانية اللي هي مؤسسات إعلامية بتنشر إعلانات للمصارف ولغير المصارف. هذا إعلان وهذاك إعلان. لا في فرق كتير كبير بين إنه إعلان أنت بتنشره لا يؤثر على سياستك التحريرية ولا يتحول إلى مادة لغش الرأي العام. هي هذا الأساس هون. بس أنت لما تعمل ملحق لشيء هالقد مضر. لا هو ما كان الملحق عن المصارف، هو كان في جزء منه برعاية ما طيب بعرف شو. انه شو بتفرق يعني؟ هي اساليب مختلفة. لا لا بتفرق كتير. انت ما عم تنشر محل يعني دعاية لمحل تياب او لمحل سيارات، عم تنشر شيء عن المصارف اللي انت عم تقول هي سبب بلا نظام، واحد من اسباب البلا بالبلد. صحيح. بس لقلك شو، لأعطيك مثل تاني. المصارف مجبرة بالقانون انها تنشر ميزانياتها بشكل دوري بوسائل الاعلام، تحديدا بالجرائد بالصحف تنشر ميزانياتها. فهيدا المصرف بيبعت الموازن الميزانية تبعه بيحطها بالجريدة مقابل، او بيبعتها عبر شركة الاعلانات يعني مقابل مبلغ مالي بيندفع للجريدة حق هيدا الاعلان. هل هيدا الاعلان يؤدي الى تغيير سياسة الجريدة تجاه اصحاب المصارف والمصارف ورياض سلامة؟ اكيد لا. هيدا ما بيشبه ابدا انه يروح تلفزيون ياخد 30 مليون دولار شو بيسموه هيدا قرض مدعوم، 32 مليون دولار قرض مدعوم الفايدة هي اقل من 1%، وياخد هول المصريات بدل ما ينتج فيهم مثل ما هو المفروض يعمل بحسب ما هو مقدم بطلب القرض، بيروح بيحطهم بالبنك وبيشتري فيهم سندات بياخد مقابلهم فوائد 6%، وهيك بيصير عم بيسكر الفايدة وفي عنده فرق 5 نقاط. هودي عم بيسكر الفايدة من فايدة المصاري، من فايدة مصارفه، من فايدة القرض اللي أخده. بس أو أنا مؤسسة إعلامية تانية أصحابها يكون عندهم مشكلة بالمصارف أوفر درافت أكثر من 100 مليون دولار بشركاتهم الخاصة، يقوم رياض سلامة يسكر يظبط لهم إياها مع المصارف حتى ما المفروض يرفع عليهم دعوة. انت عم تضوي على الشيء اللي عم تحكي عنه اللي بتعتبره علاقة مشبوهة بين مصرف لبنان وخليني كمل لك. بس انا بهمني قديش انت قادر كمان تحكي عن يعني اليوم ليش بدنا نتخبى وراء اصبعنا؟ في جريدة او في تلفزيون او في اي وسيلة اعلام قادرة تقوم على اجرائها من دون دعم؟ ليش هل اليوم اذا انت عم تحكي نيو تي في وام تي في وان بي سي، هل جريدة الاخبار عندها شفافية مالية او بتصرح من وين؟ ليش نجيب ميقاتي ما طلع بويكيليكس اسمه انه هو قال انه دعم جريدة الاخبار؟ صح. هو جريدة انت كنت منها عاشك يعني، انت كنت ما تطلع على التلفزيونات لان 1 2 3 اول شيء السعوديه وبعدين زادت القصص الثانيه. بس ما انت كنت تشتغل بمحل اكثر اقل بس كمان جزء من المنظومه. انا كنت اشتغل بمحل هذا المحل هو حمل لواء تثقيف اللبنانيين، هيك مع انه هي بشعه هذا
تعريف اللبنانيين بحقيقة واقعهم، بحقيقة من ينهب أموالهم، وبحقيقة الانهيار اللي جاي طوال 15-16 سنة. جريدة الأخبار حملت لواء هذا المشروع، سواء عبر خال صغير، لكن الأساس كان محمد زبيب، إبراهيم الأمين، الآخرين كلهم يشتغلوا. ما مر عليها أسامي مع المصارف؟ ما مر عليها أسامي اشتغلت قصص تانية؟ أنا اليوم ما بدي يكون النقاش مركز، يعني إحنا ما عم بلعب دور جديد وأخبار، بس أنا عم بقول لك ما كان في ناس صحفيين جديين. بحكي أنا عن الجديد، تمام، جاد غصن، رياض عبيسي. ليك شو الفرق هون؟ نحن ضمن حد، يعني أنا ما كنت بهالمحل كتير مطلع، بس أنه كان في آدم شمس الدين. بس لقلك شو الفرق هون؟ شو الجديد؟ لقلك شو الفرق الأساسي؟ فيها تسكر عليها يعني وتقول له ممنوع تشتغل. لقلك شو الفرق الأساسي هون؟ كان بجريدة الأخبار إذا حدا كتب مقال أو تقرير أو تحقيق، وهذا التقرير أو التحقيق يبين فيه شبهة محاباة للمصارف، كانت تضوي. ليش؟ لأنه الجريدة سياستها الواضحة من أول ما بلشت لا ما بعد الانهيار لليوم هي ضد سياسة المصارف، لأنه مش من باب أيديولوجي بس، لأنه سياسة المصارف في لبنان ستؤدي إلى الانهيار، وهذا ما حصل. بالمقابل بتلفزيون مثل الجريدة، لأن أنت أعطيت مثال تلفزيون الجديد، تلفزيون الجديد عمل إشياء يا زلمي. وقت اللي نشرنا عن رياض سلامي، وقت اللي انكمش بفرنسا، انكمش بالمطار عادي، انه طلع معه مصاري كاش مش مصرح عنه، انكمش ونعمل له محضر. نعم. ومعنى المحضر، يعني معي المحضر كان يوم وقت اللي نشرت الموضوع. رياض سلامي ما نفى، طلعت الجديد نفت عنه، طلعت كذبت شيء مع وثيقة. بس تخليني أكمل لك. بالمقابل الجديد يلي حامل لواء الدفاع عن المصارف بيضوي فيها مين؟ لما بينشر جاد غصن تقرير، او لما رياض قبيسي ينشر تقرير ضد المصارف، كنت تحس هجنة انه اف سمحوا لجاد. ولا سامي كانت تشتغل، كانت تعمل كمية تقرير، كان فيه نيو تي في بكل بساطة يسكروا للباب ويقولوا لها ممنوع تشتغلي. يعني هيدا بلكي الضربة على الحافر والضربة على المسمار. لا مش ضربة على الحافر والضربة على المسمار، هن مرقوا كم شغلة ضد المصارف، بس سياستهم العامة مع المصارف.